في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة وبالأخص الأوضاع المتصاعدة في القدس الشريف والمسجد الأقصى. إن حكومة المملكة تدين وتستنكر كافة الإجراءات التي أقدمت عليها السلطات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وإغلاقه أمام المصلين، وتؤكد أن هذا العمل يمثل انتهاكاً سافراً لمشاعر المسلمين حول العالم تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، كما أن هذا العمل يشكل تطوراً خطيراً من شأنه إضفاء المزيد من التعقيدات على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً وأن هذا الإجراء يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الاحتلال. وعليه تشدد المملكة على مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. السيدات والسادة، لقد أكد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله خلال اتصالاته بالعديد من زعماء دول العالم على أهمية بذل مساعيهم الحثيثة لفتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وصلواتهم فيه، وإلغاء القيود التي تم وضعها في الدخول للمسجد، وقد تكللت هذه الجهود ولله الحمد بالنجاح وبالشكل الذي يسهم في إعادة الاستقرار ويحافظ على كرامة وأمن الشعب الفلسطيني. كما أكد يحفظه الله على حق المسلمين في الدخول للمسجد الأقصى الشريف وأداء عباداتهم فيه بكل يسر وإطمئنان، وعلى وجوب عودة الهدوء في حرم المسجد الأقصى الشريف وما حوله.